السلام عليكم. اليوم رانا متواجدين في بومرداس امام واحد المشروع ضخم جاي في وسط المدينه، لكن للاسف ما فيه حتى اشاره ولا بلاكه تدل على لا ديستيناسيون تاع المشروع هذا. واش يعني ما كان حتى معلومة عليه. المفروض في مشروع، خاصة مشروع كما هذا يعتبر كبير وجاي في منطقة يعني في وسط العمارات، المفروض يكون فيه البطاقة التعريفية نتاع المشروع بجميع يعني ديتاي نتاع المشروع، لكن أين المسؤولين؟ أين التطبيق القانون؟ والله سؤالي يبقى مطروح، وإن شاء الله فيها خير، والسلام عليكم.